السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الكابتن علي سراج عبد الرحيم، المملكة العربية السعودية، حكم أولمبي في لعبة الجودو في 2012 في لندن. أتكلم اليوم عن أخوي الكبير وقدوتي ورمز الروح الرياضية ورمز العزة والشرف، الكابتن محمد علي رشوان، الرجل الذي يشار له بالبنان في كل أنحاء العالم. الرجل حكم أكثر من بطولات، أكثر بكثير بطولات العالم وأيضا أولمبياد، وأنا ما حكيت معه غير أولمبياد واحد، ولكن كنا مشتركين في أكثر من بطولة عالم وبطولات جراند سلام وجراند ريل للجودو. مهما تحدثت عن هذا الرجل وتحكيمه وكيف كان يدير المباريات، وكنت أتعلم منه أشياء كثيرة. أيضا الاتحاد الدولي كان دائما يستعين به في المباريات الصعبة والمباريات النهائية دائما وأبدا، لخبرته الكبيرة والقوية دائما في هذه اللعبة. أتمنى لك التوفيق يا كابتن محمد،